الحقيقة ليس اغتيال المفكر والكاتب الكبير والعالم الجليل دكتور جمال حمدان هو السر الوحيد في حياته. حياته نفسها تعتبر سر. النهاردة لدينا ما يمكن أن نعتبره انفراد حقيقي. هذا الانفراد يضع يدنا عليه الكاتب الكبير والروائي الشهير والصحفي أيضا العظيم الأستاذ يوسف القعيد. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك. أنا عاوز بس أنوه على حاجة، أنه في ناس كتير بتستمتع برواياتك، لكن أنا بستمتع برواياتك بنفس القدر اللي بستمتع فيه بكتاباتك الصحفية. تمام. يعني في كتابة صحفية رائقة، هنا المهنة بتحكم. رائقة جدا. وبعدين كتاباتي، أجي مرة ثانية أتكلم عن كتاباتي. انا جاي عشان جمال حمدان. احنا النهارده صدر، بعد اذنك عندي ملحوظتين على على الاول الكلام اللي انت قلته على قضيتين. يعني هنأجل جمال حمدان شوي. ثواني ده بسرعه شديده جدا. يعني الامر الاول الافراج عن الشباب بتاع وزاره الداخليه، غرر بهم او بتعبير بلدنا اتاخدوا في الرجلين، او يعني اكيد اتعمل عنهم. واحنا عندنا دوله فيها شرطه لها تاريخ مهم جدا، تقريبا اقدم شرطه في العالم الثالث كله. فاكيد اشتغلوا عليهم وعارفين كويس قوي ان هم غرر بهم. وانا شايف كلامهم، التسجيلات اللي انتم عاملينها معاهم، وده شيء جميل جدا اتكلموا، واهليهم كمان اتكلموا، وده مهم جدا، بيدي الكلام مصداقيه حقيقيه يعني. لكن فكرني بعباره قالها الرئيس السيسي مره في احد المؤتمرات. قال انا انسانيتي اكبر من مسؤولياتي. يعني قالها كده، وقالها عفو الخاطر، ما كانتش خطبه بيلقيها ولا حاجه مكتوبة. في تعليقاته العفويه واشتباكاته مع الناس اللي بيتكلموا والرد والاخذ والعطاء وكده، انا يوميها وقفت قدام الكلمه، انها كلمه دلالتها يعني ايه. اي رئيس دوله بحجم مصر، 100 مليون نسمه، يعني 100 مليون مشكله، فواحد مفروض يقول لك مسؤولياتي اولا، ثم تاتي تاتي الاعتبارات الاخرى انسانيه او غير انسانيه. انما انا متاكد انه قال انسانيتي قبل مسؤولياتي. وده بيثبته يوم بعد التاني، لانه هو اللي اعتمد خروج الناس دول. ويا ريت الباب ده يفضل مفتوح، سواء كانوا باسباب التطرف، حتى الجنائيين. يعني كل من يقول مراقبوا السجن في ان هم يعني بقوا افضل، نديهم فرصه للخروج. يعني طيب. ده افضل بكتير. ده التعليق الاولاني. الامر الثاني الخاص بمعرض القاهره الدولي للكتاب. معرض القاهره فيه نموذجين للانشطه. ندوه او لقاء مع كاتب، او ثنائيه مناظره، او اي حاجه يعني، وتوقيع كتاب. مفترض في توقيع الكتاب الا يكون فيه كلام. يعني واحد قاعد قدامه نسخه من كتابه، وانت عارف طبعا ان المعرض لا رقابة فيه على الكتب. صحيح. اطلاقا يعني. صحيح. كل الكتب، والمسؤول ضميريا الناشر، هو الناشر بيبقى مسؤول عن ما يعرضه من كتب. واحنا اول يوم لقينا كتب يعني مش عايز اتكلم عنها، لان الممنوع دايما لما تتكلم عنه بيحصل فيه روج. رغبة في الحضور عليه. انما انا لاحظت ان حفلات التوقيع محاولينها الخطب. وهذا لا يجب. ده كان بيتكلم حازم شومان، ده يعني داعيه سلفي، بيتكلم في حفل توقيع كتب، بيقول خطبه لا يجب، لان احنا عاصرنا سنتهم الكئيبه اللي منعوا الناس حتى من التنفس. يعني اللي مختلفين معاهم، اللي خايفين على مصر، اللي مستبشعين ان دول يحكموا مصر، منعوهم حتى من التنفس. مش من اي حاجه تاني. وبعدين انتوا جبتوا واحد من اللي كانوا في رابعه. ده اللي كانوا في رابعه دول يعني جميع من كان في رابعة، وكان قائد يعني، مش معتصم. كل حتى مواطن، كل من وضع قدمه في مربع، وانا ساكن هناك، انا ساكن عند النادي الاهلي، واتمنعت حتى امر من شارع الاسطورات ده اللي كان فيه رابعة طول فترة اللي كانوا بيعملوه هناك. وبعدين مش بقول ننفيهم، انما على الاقل ناخد الحذر منهم تماما، لانهم حقيقة أعداء الدولة المدنية، المجتمع المدني، أعداء المصريين، أعداء حضارة المصريين. يعني دول
لو قال الامر بايديهم هيروحوا كسروا الاهرامات وابو الهول والحاجات دي كلها يعني. طيب فده خطا يجب ان احنا نتداركه في المعرض. دكتور هيثم والدكتور احمد يا ريت يعني ايه يبقى التوقيع توقيع فقط لا غير دون كلمة واحدة. واذا واحد قام يقول خطبة يمنع التوقيع يمنع حفل التوقيع في قانون حفل يعني. توقيع يوقع نسخه وحفلات التوقيع ما كانتش موجودة بكثافة السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبليها الثلاث سنين دول اللي حولها الى شيء اقرب للسوق الشباب. ان كل شاب بيجيب ابناء جيله وبيجيب قراءه وبيجيب وفي كتاب عندهم متابعين على صفحاتهم على الفيسبوك بالفيسبوك كمان وكده. فحفلات توقيع مهمة ويجب ان تكون موجود بس يا ريت يبقى لها مكان او مكانين او ثلاثة ويمنع القاء اي خطب فيها. اي خطب فيها يعني دي مسألة. طيب احنا نتكلم بقى عن الانفراد بتاعنا وصحيح لحد امبارح كان انفراد لانه الكتاب الاخير اللي هو عاشق المستحيل جمال حمدان قال لي اللي حضرتك بتسجل فيه جزء من يعني مسيرة هذا الرجل من عين الكاتب الكبير يوسف القعيد كان المفروض لسه هيطلع فهو طلع النهاردة يعني هاي جبت لنا النسخة وحضرتك جاي نسخة أولى الأولى بس مش هتاخدها تاني خلاص لا تحت أمر فهو الكتاب من الهيئة العامة المصرية للكتاب طالع تسجل فيه ما الذي جرى بينك وبين جمال حمدان. تمام. طيب اللحظة الأولى التي تعرفت فيها عليه هي لحظة أنا فاكرها ليه لأنها لحظة عبقرية ونادرة. يوم الاثنين 28 سبتمبر سنة 70 أنا 28 سبتمبر سنة 70 ده يوم وفاة الرئيس عبد الناصر يعني بقول لك لحظة لا تنسى أبدا أبدا أبدا. الأستاذ نجيب محفوظ من عادته كان بيروح ريش طالما ما عندوش كتابة طول الأسبوع يعني هو بيروح يوم الجمعة لما يكون عنده كتابة في الشتاء وجزء من الخريف وجزء من الربيع فترة الكتابة بالنسبة له بيت السنة ما بيكتبش إطلاقا عشان مرض الحساسية في عينيه وما كانش طب متقدم ولا حاجة فكان يتوقف عن الكتابة وربما القراءة في غير هذا الفصل الشتاء وشوية أيام قبله وشوية أيام بعده غير كده بيروح القهوة كل يوم فأنا كنت مجند في القوات المسلحة خرجت من وحدتي وكنت ملاحظ أن في قرآن كريم في الراديو كل أنواع الراديو كان سيد الأذن المصرية أكثر من التلفزيون بكتير وأن فيه من الظهر أو بعد الظهر كده في قرآن مستمر على طول وإحنا بنضرب أخماس في أسداس إيه اللي حصل في البلد وكنا شايفين عبد الناصر قبلها في مطار القاهرة بيوم في مطار القاهرة الدولي بيودع أمير الكويت بيسلم على أمير الكويت وبيودعه خدت بالك ده كان نفس اليوم يعني هو جات له الأزمة في المطار ركب العربية ورجع وجات دكتور حبيب الصاوي المهم أنا واقف عند الحاج محمد مدبولة الله يرحمه ويحسن إليه كان كشك مكتبة. ما كانش لسه مكتبه وكان كشك نادر وشيء عظيم والكتب حواليه من كل مكان وكان راجل لابس جلابيه وهايل وفشلت تماما انه يلبس بدله انا يعني بعد ما بقينا اصحاب فشلت تماما وهو رفض وهو على حق وانا على باطل يعني انه يعني قال لك ايه حتى هبقى مسخه يعني خلاص دي صوره ذهنيه ليه عند الناس بدلتين اللي يلبسها يعني بالظبط حتى لما كان بيروح لندن كان بيروح بالجلابيه يعني ما غيرهاش ابدا يعني المهم جاء الخبر لفت نظري أستاذ لابس بدلة سودة وقميص أبيض وببيونة ومنزعج من رد فعل الحاج مدبولي على وفاة جمال عبد الناصر منزعج أن أنت عارف مدبولي خبط دماغه مدبولي صعيدي وضرب دماغه في الكشك وخلاص يعني جاله حالة انهيار يعني خلاص مش مصدق أبدا يعني وهو مدبولي كان ايه بيعتبر جمال عبد الناصر ده ابن الصعيد يعني ايه يعني كنت اقول له دايما ده اتولد في قريه في اسكندريه وتربى هنا في القاهره ابوه تربى في القاهره يقول لك لا هو بني مر دي فاش فصال يعني فلقيت الاستاذ ده بيقول له ايه يا حاج ايه اللي بتعمله ده يا حاج ما كلنا هنموت ما كلنا هنموت انا ساعتها اعتبرت كفر ما بعده كفر ان يقول كده ان يقول كده في اللحظه الرهيبه دي عبد الناصر وكانت بدايه المظاهرات جت واختلط الحابل بالنبي اليوميها لدرجه قبل ما نمشي من القهوه كانوا ابتدوا يندهوا باللي هيجي بعده شفعي يا حسين زكريا يعني ايه يعني ابتدوا يقولوا الاسماء اللي بيرشحوها ان هي تتولى بعد تتولى الحكم بعد جمال عبد الناصر
انا استغربت جدا، تعرفت عليه فعرفت ان اسمه جمال حمدان. يعني هو استفزك تعليقه ده جدا. جدا. فانت رحت تقدم نفسك ليه؟ لا تعرف، عايز اعرف ده مين ده. مين الشخص اللي اعصابه جامده ده؟ الكافر بعبد الناصر ده ازاي واقف وبيقول له كلنا هنموت يا حاج وحاجات كده يعني. ربما بيسري عنه، ربما بيقلل حزنه، انما هي دي الكلمه التي استفزتني. فيوسف القعيد جمال حمدان. جمال حمدان. انا في الوهله ما تذكرتوش. هو كان عامل، كان منشور له كتاب مهم جدا، الكتابة الأولى لشخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، طلع في كتاب الهلال، طلع يوم 5 يونيو 67. ده توافق غريب ده يا أستاذ جدا. كأنه يعني الوقت الموسوعة دي اللي هي الناس طبعا الأولى في الكتابة عليها. الأولى هي هو كتبها 3 مرات. الكتابة الأولى لما كانت كتاب صغير، كانت كتاب صغير. ده صدر أول مرة في 5 يونيو 67 في اليوم ده. وهو كان ودى المخطوطة للأستاذ بهاء، أحمد بهاء الدين الله يرحمه. وهو كان ساكن في أمين الرفعي. كان ساكن في شارع أمين الرفعي، من شارع هارون. شارع هارون ده كان فيه الأستاذ أحمد بهاء الدين. يعني كان فيه بيت الأستاذ أحمد بهاء الدين. وهو كان يحب أحمد بهاء الدين حب يعني، يعني في اتنين كان بيحبهم لدرجة يعني مش مستعد حتى انك لا تشكر فيهم، مش يعني. يحيى حقي، او ده كان استاذه كمان. يحيى حقي واحمد بهاء الدين. طيب. ويحيى حقي طول ما كان رئيس تحرير مجله المجله كان جمال حمدان لا ينشر الا فيها. هو تقريبا الفصول بتاع كتاب شخصيه مصر اتنشرت الاول في مجله المجله. الاول. تمام. فانت ما تذكرتوش ساعتها. انا وانا ماشي ريح ريش وانا مستغرب قوي ان في واحد يقول كده، وكانت المظاهرات ابتدت تطلع ومظاهر الحزن وحاجات كده، فتذكرت على طول ان ده صاحب شخصيه مصر، الكتاب اللي طلع من حوالي 3 سنين في كتاب الهلال من دار الهلال. تمام. بس ما كنتش مستعد ارجع له تاني. وهو كل اللي اداهولي يوميها على ورقه كده تليفون ارضي، لما اتكلمت فيه بعد كده يعني بعد كده بفتره اكتشفت انه محل عصير قصب جنب بيته. يعني محل يعني مش تليفونه. اداني رقم تليفون اتواصل معاه وكده. وانا قلت له انا فلان، وقال لي وقال في الاول قال انا جمال حمدان وكده. وعلى فكره عمره ما قال انا الدكتور، عمره ما يقولش دكتور. عمره في حياته. هو كان يرى ان لقب الدكتور ده، وانت ممكن تنزعج من الكلام ده خالص، يقال داخل حرم الجامعه فقط. حرم الجامعه فقط. بره الجامعه ما فيش كلام من ده. يعني ما المهم. طب هسأل حضرتك. هو احنا بنتكلم هنا في 70، في سبتمبر 70. وقال هذا الموقف. هل موقفه ده من عبد الناصر كان بسبب خروجه من الجامعه؟ يعني لانه هو برضو هو خرج في ايام عبد الناصر. خرج في 68. بص، وانا جاي لك الاستاذ مهدي مصطفى مدير تحرير الهرم العربي. الهرم العربي بعت لي رساله فيها ملف عامله مع غالي شكري. عامله مع غالي شكري بعد وفاة جمال حمدان مباشرة لجريدة القاهرة اللي كانت بتصدر، أو مجلة القاهرة اللي بتصدر عن وزارة الثقافة. يعني وقايل فيه أن مصر ناصرية قبل عبد الناصر، وناصرية بعد عبد الناصر. لأنها وجدت لتقود كل الدول المحيطة بها عربية. الملف ده انت مش مضمنه هنا رغم لا مش موجود تقريبا عندي. تقريبا حاطط في الكتاب كل ما انا كاتب يعني ما وصلت اليه يدي. انما لا بالعكس، ده جمال حمدان. انا هقول لك على حاجه، فرصه كمان ان برنامجك متشاف كويس قوي. انا احمد ابني في كندا بيبعت لي المقالات اللي هي ما تنشرش في مصر. فبعت لي مقال كاتبه واحد انا ما اعرفوش، حتى مش فاكر اسمه، بيدعي ان جمال حمدان كتب كتاب اسمه وصف سوريا، اسمه عبقرية سوريا. عبقرية سوريا على وزن عبقرية. بس ده كلام كذب كامل. لان انت شاهد. طبعا ده كلام كذب كامل نهائي. وانا مضطر اقول انه بعد صدور شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان تواصلت معه دولتان عربيتان. كلهم توفوا، فانا يعني لازم اكون حذر وانا بتكلم. سوريا وليبيا. سوريا وايه؟ وليبيا. وسوريا كانوا اكثر تصميما من الليبيين. انا كنت بتكلم ايام حافظ الاسد. ايام الرئيس حافظ الاسد. والسوريين بعتوا مواطنه سوريه عايشه في مصر، ثم جاء وزير ثقافه
سوريا في ذلك الوقت عشان يقنعوه انه يسافر سوريا ويعمل شخصية سوريا، يعمل كتاب اسمه شخصية سوريا ونفس الطلب عاوزة يعمل عبقرية ليبيا، نفس الطلب برضو شخصية ليبيا دراسة في عبقرية المكان ورفض. وقال لي انا رفضت من غير تفكير، انا مش ترزي، مش ترزي انا مش ترزي، انا مصر دي كيان. هو كان على فكرة مجنون مصر، يعني كانت مصر بالنسبة له حاجة، وده على فكرة حصن امان لو احنا زرعناه في الناس دلوقتي. يعني هو استاذ يوسف ما كانش يعني في نفسه غصة من بسبب خروجه من الجامعة؟ لا في نفسه ما كان طبعا، لا كان عنده في نفسه عنده لا عنده ازاي ده يعني هو اللي لفت نظري لاسمين، الاثنين توفهم اللي هما تسببوا في خروجه من الجامعة مش هقولهم يعني، انما يعني طبعا كان في نفسه غصة حقيقية، لكن إعادة النظر في التجربة جمال عبد الناصر تبلورت في ذهنه جدا بعد أن جاء الحاكم الذي حكم مصر بعد جمال عبد الناصر وذهب إلى القدس. دي فاصلة، لأنه جمال حمدان في كلامه أو في كتابته أو في صرصرته لم يذكر يعني كلمة إسرائيل، كان بيتضايق منها جدا. لازم تقول العدو الإسرائيلي أو العدو الصهيوني. يعني إن ذكرت إسرائيل مبرأة من العدو فأنت تقوم بجريمة أمامه. يعني أنت بمناسبة الرئيس السادات، في سر في حياة الدكتور جمال حمدان أنه هو كتب كتاب عن السادات لم ينشر. لا، اتسرق. اتسرق؟ ازاي؟ ما هو في بعد عندما أنا شايف على مكتبه ثلاث كتب شايف على مكتبه اختفوا تماما بعد رهيله اختفوا تماما. يعني كان كتاب عن اليهود، اليهود وعنده كتاب قديم اسمه اليهود انثروبولوجيا لكن وسعوا وعملوا حاجة سياسية ضخمة وعملوا كتاب مهم. وعنده كتاب اسمه العالم الإسلامي المعاصر طلعوا برضو في الخمسينيات، لكن بعد البترول اكتشف ان كلمة عالم إسلامي بقى لها دلالات تانية وكان عنده يقين غريب ان البترول ده ما طلعش الا في اراضي اسلامية، اراضي يسكنها مسلمين وانه لو طلع في اماكن غيرها في ايامه يعني يبقى استثناء، انما هو حاجة كده مرتبطة بارض يسكنها ناس مسلمين فجدد. يعني كان عنده اليهود والعالم الاسلامي وكتاب عن الرئيس السادات. فينا اقول لك عنوانه؟ ما هو صعب، عنوانه صعب. انت يبقى عندك فكرة يعني. وعلى فكرة هو كان ساكن في اوضه وصاله، بس هو كان عامل فيه تحليل نفسي للرئيس. يعني هو كان ساكن في اوضه وصاله عشان تعرف برضه كان عنده شعره جنون جميله جدا بتاعه المبدعين الكبار. مش هو مجرد عالم جغرافيا، لان ما انت بتخرج كل سنه شوف في اقسام الجغرافيا بيتخرج كام كتير واحد كتير جدا مين منهم نبغ ومين. كان عنده اوضه وصاله في الدور الارضي، شقته كانت غرفه وصاله ومطبخ صغير جدا في الدور الارضي. وكان لها جنينه لان كانت في عماره من العمارات القديمه اللي في وسطيها جنينه كده والمبنى بيلف حوالين الجنينه من كل ناحيه في العماره اللي كان ساكن فيها. فلما كان يقعد على الكرسي في البلكونه اللي هي الارضي اللي هي مساويه للارض مش بلكونه يعني، كان يشوف الطياره الناحيه الثانيه طالعه ونازله. تعرف كان عمل مطار خاص بيه جنب بيته في الجيزه. فكان يرى الطائرة، ودي بداية علاقته بالأمر انه كان يعني ايه يستفز كثيرا جدا ويقول ده لو مشي بالعربية بشيء جميل والناس يشوفه ويشوف الناس يعني. وكان برضو رغم انه عاش في اوروبا فترة كثيرة من حياته انما كانت فكرة انه يبقى في وسط الناس دي مسألة شديدة الأهمية، ويمكن دي بداية علاقته. لكن اللي حسم العلاقة رحلة القدس، رحلة القدس دي حسمت الامر تماما. وانا تقريبا اول حديث عملته معاه لم ينشر في اداره، رفضوا ينشروه لانه كان على كامب ديفيد ولا كان على لا ولا كان على كان عنوانه كانش لسه كان عنوانه كده بالظبط اعداء اسرائيل يتكلم لاول مره. ده كان العنوان، كان عنوان الحديث. ده اول حوار عملته معاه. ورفضوا في دار الهلال ينشروه تماما. بس هو كان الاول مش مقبل على اجراء الحوارات الصحفيه. انت اقنعته ازاي؟ انا بعد اللقاء ده
حصل يعني قدر من العلاقه الانسانيه. يعني حصل بقى قدر من رحت له. في ارضيه بين حضرتك وبينه؟ ده راح معايا الفيشاوي مره. يعني ذهب معي الى الى مقهى الفيشاوي مره. يعني انت عارف وانا ظلمته جدا لان كان جاي له رسول من سوريا عشان يعمل الكتاب، فعزم الناس ورحنا الفيشاوي ورفض ان انا ادفع، وانا عارف دخله ضئيل قد ايه. لان معاشه كان ملاليم لانه مشي مبكرا جدا جدا من الجامعة جداً. ونما الاستاذ بهاء، معلش انا بنط من حاجه لحاجه، لا انا هنرجع للمحطات الاساسيه. الاستاذ بهاء كتب مقاله الشهير بيطالب له بمعاش استثنائي مبكر جدا، الكلام ده قاطعه الى ان مات. هو كان عنده عزه نفس يعني جدا. وكان يعني هو يبدو قال الاستاذ بهاء اللي يمكن كتب من نفسه اكيد قال له او عارف ظروفه او على الاقل يعني شكى من الاوضاع يعني. فلا جمال حمدان ما يشكوش، هو ممكن يكون وهدف بهاء نبيل. نبيل. اذا انت ما اديتش جمال حمدان معاش استثنائي تدي مين؟ تدي لمين؟ تعطي من في البلد كلها على بعضها؟ سنه بتالي فضل معطل لحد ما مات. فحصلت قطيعه غضبه وقطيعه وحملها اشياء لا يمكن انها تشهير به، انما بالعكس الهدف كان شديد النبل شديد الانسانيه. وهو نيابه عنه بيقول لان الرجل مش هيقول وان الرجل مش هيقول، ومع ذلك كان عنده عفة نفس غير عاديه. لما خد جائزه التقدم العلمي في الكويت، احنا نيجي للتقدم دي خلينا بقى لا إيه؟ بس هقول لك على فلوسها عمل بيها ايه. بنت اخته اللي كانت معانا في ندوه سالي سالي رفاعي. سالي رفاعي السلام عليك، فاكرها؟ كانت كبرت والمواصلات صعبه، اشترى لها عربيه بالجايزه. احنا نيجي للجايزه دي بس بمناسبه برضو حاجه خاصه عندنا هقول لحضرتك عليها. بس خلينا نرجع لانك خدت اول حوار مع جمال حمدان قعد اعداء اسرائيل يتكلم لاول مره. وقلت انه في الهلال، دار الهلال رفضوا ينشروه. انت وديته المصور بقى؟ لا ولا كان في المصور، المصور رفضوا ينشروه. في المصور رفضوا ينشروه. وديته روزة. وديته روزة. كان مين رئيس تحرير وقتها؟ صلاح حافظ. الله يرحمه. وكان صديقي هناك يعني او زعيم الناصري. ده معلم كبير قوي. ها؟ معلم كبير قوي الاستاذ صلاح حافظ. الاستاذ صلاح حافظ. اسطى من اسطى. اسطى من اسطوات يعني، ممكن احكي لك عنه ثلاث ايام. طبعا. اسطى من اسطوات الصحافة الحقيقيين. وكان مين يعني بقى؟ مين فتحي غانم ولا كان مين؟ كان مين اللي معاه؟ وقتها لا صلاح فتحي غانم كان في صباح الخير. بس هم رأسوا تحرير روزا اليوسف مع بعض، مع بعض لما كان رئيس مجلس الاداره لرحمن الشرقاوي في مرحله لاحقه. تمام. المهم اخذت الحديث ورحت للاستاذ عبد الله امام، هو الاقرب الي. ويعني هو اللي خد رجلنا لعبد الناصر وعالم عبد الناصر والناصريه، وكان راجل شديد الاخلاص لعبد الناصر. فاديته الحوار وكان قاعد معاه صلاح حافظ. ودي حاجه نادره رئيس تحرير يسيب مكتبه ويجي يقعد مع عبد الله امام. فقال له بتبص في ايه؟ قال له كذا. راح واخده، عارف بقى فكره لما تبقى انت رئيس تحرير موهوب. طبعا. بص كده اول ما شاف البتاع ده اهو، قال ايه ده؟ رفضوه في ده؟ قلت له رفضوه في دار الهلال. والله العظيم ما خد لحظه تفكير، قال لي انا هنشره حطه على الغلاف، بس ليا شرط واحد. اني مش همضي لك اسمك في اخره. ليه؟ عشان انت شغال معاهم، عشان الحساسيه. وزملائنا، وانا خدت منهم حاجه، وانت اللي جاي لي بنفسك لغايه هنا، انما انا ما احبش اعمل ده. تمام. وراح حاطط خمس نقط، شاطب الاسم، شاطب الاسم من فوق، وفي اخر الحديث راح حاطط خمس نقط. وانا بعمل الكتاب ده لجأت لاحمد باشا في زميلنا رئيس تحرير روز ولجأت لأيمن اللي هو رئيس الموقع، لجأت للجميع عشان اوصل له، ما عرفتش. تروحش دار الكتب ليه؟ ها؟ دار الكتب انا فيها الارشيف الصحفي كله. انا قلت لا، قلت حلاقيها في، لا احنا هنجيبه ده احنا كنا بنتكلم في، كان في سنه في 77 ولا في كام؟ بعدها، بعد 77. بعدها بعدها. لا بعدها. بس هو الاستاذ صلاح حافظ كان مشي كان مشي بعد 77 او قبلها، او انا فاكر انا متاكد ان هو مشي بعد مظاهرات خمسة اللي هو الانتفاضه الشعبيه. هو مشي يناير 77. بعد المظاهرات يبقى قبل 77 قبلها. وهو ما كانش محتاج جمال حمدان رحله يعني هو كان عنده احساس انه لا خطر يتهدد التجربه المصريه والتجربه العربيه والتجربه الاسلاميه غير التمدد الصهيوني. طب احنا عندنا ثلاث محطات اساسيه. دلوقتي في احتفاء بالدكتور جمال حمدان في معرض الكتاب
كتابه المعجز شخصية مصر في إقبال عليه غير قطع النظير. طيب هذا الكتاب أنت عملت معه حوار كامل عن كيف كتب عبقرية مصر. تمام. أول ما طلع هو كتبها ثلاث مرات. كتابه القديم اللي هو طلع 67، كتاب الهلال الصغير ده. وبعد لا يوجد، لو جبت فرقة كاملة من الباحثين مش هتلاقي فكرة متناقضة مع فكرة أبدا. ثلاث كتابات. وكتابة وسطى، يعني هو التطور. وكتابة وسطى، ثم بقى ملحمة عمره الأخيرة دي التي لم يكتب بعدها شيء، واللي كان بيكتبها بحالة إبداع وخلق وهوس غير عادي. اللي هم الأربع مجلدات. الأربع مجلدات، الأربع مجلدات مليون كلمة. مش كده؟ ايوه. مظبوط. يعني في مليون. هو قايل لي انا حتى على على ظهر الغلاف الخلفي انا كاتبها. ان الكتاب خدت بالك. وكان جمال حمدان مليون كلمة و 4000 صفحة و1000 مرجع. تمام. ده شخصية مصر. شخصية مصر. هو لخصه بكده. وده حقيقي مشروع عمره الأساسي جدا جدا، لدرجة انه بعده كان هيكتب ايه. كانت عنده يعني مشكلة. كان يبقى في، ما هو ما عاش كتير بعده. يعني لم يعش كثيرا بعده الا ان انتهى النهاية. انت بتتكلم في منتصف الثمانينات تقريبا. ها؟ كان في منتصف الثمانينات. بدأ. لا، ما هو خد نشره، خد 3-4 سنين. لانه كان بيخلص الجزء وينشره. وعلى فكرة كان خطه جميل جدا، كان ينفع خطاط من الدرجة الاولى، كان بيصمم اغلفة كتبه، ايضا كان رسام. كان رساما. وكان بيرسم لوحات بديعة. كل ده اتسرق للأسف بعد وفاة. احنا هنيجي لمحطة وفاة، المحطة الاخيرة الغامضة دي في حياته، لدرجة ان اللوحات اللي عملها كان فيها وجه نسائي. وجه نسائي يعني متكرر. إيه؟ يعني ها؟ متكرر. وجه نسائي متكرر. متكرر. يعني مرة شعر، مرة مش عارف جزء من الوجه، مرة. فقلت له مين دي يا دكتور؟ ما قالكش. رفض. قال لي بتسأل ليه؟ قلت له حقي. قال لي لا مش حقك. يعني مهم يعني ايه. ورفض تماما يتكلم معايا. وانا اعتقد ان ده انت في الكتاب خمنت انه حب المستحيل. هذه امرأة مجهولة في حياة جمال حمدان. لا، ان ده حب المستحيل. ان حب المستحيل انا عرفت ده من اخوه اللي هو كان اقرب اليه، اللي هو عبد العظيم حمدان، اللي توفى من كام سنة. وده كان جنرال في الجيش المصري، وبعد كده خرج وعمل شركات اعمال كده في الزمالك. وسالته وقال لي انه كانت واحده ارتبط بها في لندن، وعندما رفضت ان تحضر الى مصر وطلبت منه البقاء في انجلترا عشان يتجوزوا يعني. وهو رفض تماما البقاء في انجلترا، وقال انه لابد ان يرجع في دينه، في رقبته دين لمصر، لازم يرجع مصر. وهي رفضت تماما تيجي مصر، فكل واحد راح لحال سبيله. اللي هو عبد العظيم قال لي فيه، زميلة له عندما عاد إلى كلية الأداب جامعة القاهرة قسم الجغرافيا فكر يرتبط بها. وأنا بكل محاولة، وأنا لحوح بطبعي طالما المسألة فيها صحافة يعني. رفض تماما يقول لي هي مين. معرفش هي عايشة لغاية دلوقتي، معرفش يعني. إنما دي كانت المشروع الثاني. وانت كمان ده بيلح عليك من مساحة الروائي كمان. طبعا طبعًا. يعني لانه انت هنا مهتم بالدراما في حياة البطل اللي انت بتحاوره ده. بس هقولك على حاجة، التاريخ ما فيش فيه لو. التاريخ لا يتوقف امام حرف لو ابدا يعني. انما لو انه تزوج كانت اختلفت حاجات كتيرة في حياته. ممكن كان هو هيبقى فيه اولاد، هيبقى فيه اسرة، تفرغ انه يفهم شخصية المرأة مش شخصية مصر. وهو الخضوع عنده مسألة صعبة. فكرة ان يخضع مسألة شديدة الصعوبة. طب صعب جدا. هو ما كانش، انت قلت حضرتك ان ما كانش عنده مكتبة في شقته الصغيرة. بقول لك انا ارسمها لك. شوف، تدخل من الباب. تدخل من الباب تلاقي على ايدك اليمين مطبخ صغير جدا جدا جدا، واخد بوتاجاز من اللي هو القديم ده المسطح ده. وجنبه الانبوبة، وجنبه تلاجة صغيرة جدا اللي هي ست قدم اظن. وبعدين في الوش اوضة نوم، وبعدين في صالة، وبعدين الصالة تفتح على بلكونة، وهذه هي كل الشقة. هذه كل الشقة. يعني بالعكس، مجده ده كله عمله من شيء عظيم اسمه المكتبات العامة. يعني كان زبون دول الألف مرجع دول. وده برضو يخلينا ننبه مصر كلها على بعضها
مش وزاره ثقافه ولا وزاره التربيه والتعليم ولا وزاره التعليم العالي. المكتبات العامه مهمه. المكتبات العامه شديده الاهميه. شديده الاهميه. هذا الرجل بطولته الحقيقيه صنعها من المكتبات العامه. يعني حقيقي. طيب فده وعلى فكره لم يكن يخجل وكان بيقول. لم يكن يخجل وكان بيركب مواصلات عامه. كان يعني كان بيستخدم المواصلات العامه وانا شفته بعينيا مره واقف على محطه الاتوبيس في شارع الدقي قرب المركز الثقافي السوفيتي وانا كنت في المركز الثقافي ومتوجه ماشي رايح دار الهلال لقيته واقف سلمت عليه كان في ورق كان في ورق كده وكان في حاله يعني حاله مش طبيعيه يعني كانوا ياما قالوا ننقل القاهره انا كنت اجي لك دي المحطه الثانيه وده مقال مهم جدا انت كتبته بعد كده بس خلينا ننتهي من شخصيه مصر لانه هو عمل نقله ازاي يحول الجغرافيا هذا العلم اللي هو انت عارف الجغرافيا غلسه برضه طبعا جدا ما تقيل يعني طبعا فانه بدليل ان هو الجغرافي الوحيد شوف احنا عندنا قسم جغرافيا من سنه كام وفي اقسام دلوقتي في كل الجامعات وعندنا الاف الجغرافيين نبغ شخص فهو كيف عبقري. حولها بقى كيف حول كيف حول الجغرافيا دي الى يعني زي ما بنقول كده الى يعني كتابه فيها مشاعر وفيها احساس وفيها انت سالته كمان عن فكره الكتابه العلميه طبعًا والكتابه الادبيه طبعا طبعا هو الحديث ده انا عامله معاه يوم ما طلع الجزء الرابع الاخير الرابع والاخير من شخصيه مصر وقعدت معاه على فكره ولم يكن سهلا ان تجي مع حديث ده كان في اكتوبر 84 ايوه من جلسه هناك 12 الجزء الاخير وقعدت معاه قعده طويله كان ابتدى يثق يحصل ثقه انسانيه وكان ابتدى يحصل موده وابتدى يعرفني الطريق ما كانش يفتح بابه لحد كان يفتح بابه لحد لازم تخبط ثلاث خبطات يعني كان عطي سيم يعني او كلمه سر يعني او اشاره لو ضربت ضربتين ما يفتحش انما ضربه وتستنى شويه وضربه والثالثه يفتح لك الباب فهو كان عطي لك الباسورد عشان ده عشان يفتح لي الباب يعني وكان البواب كمان اللي هو كان مرساله للدنيا كلها وكان في واحد بيطبخ له يجي يطبخ له وده اختفى تماما بعد وفاته اختفى تماما وفشلت الاسره تصل اليه باي حال من الاحوال البواب كمان كان عارفني يعني ان انا ايه فسهل الصعود يعني يعني من السهل ايه انه حتى يساعدني ان انا الاقيه وكده يعني بس وما كانش بيسيب بيته الا للضروره القصوى ولاشياء شديده الاهميه هو الروافد يا فندم الكتابه اللي هو العلميه البسيطه اللي بتصل للقارئ العادي يعني احنا بنتكلم هنا جوانب اخرى في حياته مثلا اهتمامه بالموسيقى بالفن بالسينما بالشعر يعني من اين جاءت لا واهتمامه بالجغرافيا لان مثلا والده الله يرحمه كان عايزه يبقى مدرس وحصل لهم خيبه امل لما لقوا كل وجدانه رايح للجغرافيا والخرايط يعني ايه حصل لهم ما كانش ده اللي عايزينه ايه بتاع جغرافيا ده يعني ايه ممكن يبقى ايه في نظر الناس وفي سوق العمل وفي النظرة الاجتماعية يعني لكنه صمم على الصواب الذي يراه في مواجهة اللي هم عايزينه اللي هو شايف انه مش صواب انه ليس صوابا انه يبقى اي حاجة تاني هو البحث العلمي هو ميدانه الاساسي والجغرافيا بس الجغرافيا اللي عنده مش بالمعنى بتاع خرايط ومش عارف مصر مساحتها كام الف كيلو متر وعرضها كذا وطولها كذا مفيش كلام من ده الجغرافيا اللي هي بتقدم التجربة الانسانية المكان والزمان والبشر الثلاثة دول بتعملهم في دراما كبيرة وتقدمهم مع بعض تلاقي نفسك لما تقرأ شخصية مصر كله فكتابته الكبيرة يعني تشعر ان دي ملحمة المصريين في القرن العشرين دي ملحمة حياتهم في القرن العشرين طيب في عنده حاجتين فيما يتعلق بالمقال بتاع القاهرة لما كان في كلام على نقل القاهرة وكان هو عنده خطة خدها بنفسه وراح لمكتب الرئيس عبد الناصر فيما يتعلق بسينا مش كده دي وقع الهالي السيد سامي شرف ربنا يديله الصحة والعافية يعني فعلا قال لي انا في يوم وانا كاتب الكلام ده في الكتاب قال لي في يوم لقى شخص جاي يطلب مقابلته الدكتور جمال حمدان قابله واداله خطه كامله لعبد الناصر هو عبد الناصر ما قابلوش عبد الناصر لم يلتقي به لكن سامي شرف
لما دخل هذه الخطة للرئيس عبد الناصر قال له احتفظ بيها، ده كلام مهم وده راجل مهم يعني. ما معنى بس هو ما قابلش جمال عبد الناصر. وفكرة فكرة سينا دي قال انه ناصري متطرف اشك انه لانه كان عنده بذور شك في حاجات كتيرة جدا في الدنيا. وعلى فكرة احنا بنتكلم عن الشك كأنه حاجة ملعونة. لا، استثني الذات الإلهية، استثني الرسل، لكن الشك مسألة مهمة يمكن أن تقودك. هو أول من يعني بدأ الشك المنهجي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا يعني فيعني هو كان عنده شك، وكان دايما يحاول أن ينفذ إلى ما وراء الأشياء، حتى في نظرته العادية مش هو بيكتب، ينفذ إلى ما وراء الأشياء. يعني السطوح البراقة ما كانتش تستلفته كثيرا، أو يعني كان عامل خطة عبقرية لحكاية سينا دي. طبعا مش كده؟ طبعا وكتابه عن سينا كتاب شديد الأهمية، يعني هو فكرة انه وكتابه عن حرب أكتوبر شديد الأهمية. بس أنا عندي هنا فصل كتبه انه في حاجات اتحذفت، في فصلين اتحذفوا، فصل من شخصية مصر هو اللي حذفه، وشخص من وفصل من حرب أكتوبر في الاستراتيجية العالمية. هو اللي حذفه برضو ولا في حد هو آخر؟ لا هو هو اللي حذفه. بس طبعا انا نشدت الاسره زمان وبنشتها تاني، وبستغل برنامجك المشاهد جيدا في ان اقول لهم يا ريت يروحوا لناشره الاول، لان ممكن تكون الفصول دي موجوده ممكن. رغم ان ده امل اكتر من ضعيف. لانه كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيصور. كان ياخد المخطوط بخط ايده ويوديه للناشر بس. انما فكره ايه اللي احنا بنعمله دلوقتي، ويمكن ما كانش يعمل فيه تصوير كثير في الشارع زي هذه الايام يعني. خدت بالك؟ فما كانش يعني كان دايما عندما ينتهي من كتاب يفكر في اللي بعده، او من قضيه يفكر فيما بعدها، ويترك الكتاب للناشر يعني. ها؟ ويترك الكتاب للناشر. الكتاب للناشر. ففي كتابين حذف منهم فصلين. هل هو اللي حذفهم؟ هل الناشر اللي حذفهم؟ انا سالت ياما وقالوا هو برغبته الكامله اللي حذف، هو اللي حذف. طب حضرتك بعد وفاته وبعد جنازته خدت نفسك ورحت ليه مكتب النائب العام وتقدمت انت ببلاغ؟ لا، انا رحت لرئيس نيابه مصر القديمه. النيابه جثته راحت مستشفى مصر القديمه. رحت يعني النيابه وقدمت بلاغ تقول انه اتقتل ورفض لانه انا مش صاحب مصلحه. ايه الحكايه بقى؟ وايه الحكايه اللي بتبني على اساسها انه وفاته هذا المشهد العبثي هو عمليه اغتيال؟ بص، نمره واحد، لم يكن من عادته اطلاقا انه يسخن اكل. يعني الروايه الرسميه طلعت قالت ايه؟ كان بيسخن الغداء فالنار مسكت فيه وما كانش بيسخن الاكل. والانبوبه انفجرت. كان من ايام لندن يستهويه جدا الاكل البارد. دي مسألة انا متأكد منها تماما. والشاي الوحيد اللي كان بيشربه الساعة 5. الشيء الساخن الوحيد. يعني الساعة 5 بيعمل فنجان شاي ويقعد يشربه على الطريقة الإنجليزية، ويا ريت بسكوت معاه أي حاجة، حاجات بدائية ومتواضعة يعني، ما كانش مرفه يعني. إنما هي دي المرة الوحيدة، ودي أعتقد جزء من سيكولوجية الإنجليز في بلادهم. إنه يشربوا الشاي بتاع الساعة 5 ده. فما كانش بيسخن. فحضرتك بتستبعد انه مساله انه كان بيسخن اكل والنار مسكت فيه. انا استبعد. طب ده هذا اول تماما شاهد زي ما بيقول. الامر الثاني انه ما كان على المكتب ضاع. انت قلت لنا ان في 3 كتب ضاعوا فقدوا كانهم لم يوجدوا اساسا. لم يوجدوا اساسا. الامر الثالث، في حاجه قبل كل ده، ان سكن شخص غريب في الشقه اللي فوقه قبل موضوعه ده بأيام. وبعد رحيله مشي بعدها بأيام، اختفى. الحاجة الأخطر ان سنة بس فندم، الشخص ده اختفى بعد وفاته، سكن قبلها بأيام واختفى بعد بعدها وفاته. بأيام تماما. طيب وده ما حدش يعرف ده مين ولا راح فين ولا منين؟ خالص. اصحاب البيت عملوا حاجة عمرها ما بتحصل في مصر. لموا حاجاته وحطوها في قدام شقته، بسطه وثلاث سلالم ومدخل البيت. وحطوها في مدخل البيت. نهب منها ما نهب، اتاخد منها ما اتاخد، لان اهله مشغولين في الجنازه وفي العزاء. وعزاءه على فكره كان بائس جدا 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 جدا. يعني عمري ما شفت
المهم ما حدش راحش، ما حدش شارك في العزاء، لان عملوا يوم شم نسيم. اه يعني لا الاستاذ هيك راح. انا شفته. لا لا يعني عملوا يوم شم نسيم، وده يعني ما ينفعش. كل الناس خارج القاهره وكل الناس مسافره وكده، فكان يعني لا يليق ابدا باسم جمال حمدان. جمال حمدان ابدا. يعني الثلاث كتب فقدوا، تخلص صاحب البيت. انت عارف احنا مصريين وفكره تسيبه لغايه ما يجوا اهله ياخدوه، حتى انت بتستحرم انك تنتهك حرمه ميت. واحد مات تشيل حاجته ليه وتحطها بالزبط. في مدخل البيت، سيبها، سيب الشقه شهرين ثلاثه اربعه وبعدين لغايه ما ده حتى زمان كانوا بيبخروا الشقه لما يموت فيها حد قبل ما حد يقول لك ده ساب روحه فيها. فانما ده ما صدق، راح شايل الحاجات وحاططها في المدخل، وبعد فتره يمكن ايام او حاجه جم هم لقوا بقايا اشياء. يعني مش لقوا اشياء اساسيه، لقوا بقايا اشياء. وهو كان بيعتز بكل ورقه يكتب فيها خطه. طب دي يا استاذ يوسف شواهد. شواهد. مين ممكن يكون عايز يقتل جمال حمدان؟ ما اعتقدش الا العدو الاسرائيلي. ليه؟ لان ده كان ثابت من ثوابت عمره. يعني انت عارف ايه؟ كان دايما يقول لو مت قبل الدوله الفلسطينيه الحره المستقله المش تقوم يبقى هموت ناقص عمر. يعني فلسطين دي بالنسبه له لسه بنتكلم، كانت ايقونه عمره. يعني كانت مساله بالنسبه له شديده الاهميه. وممكن يكون الرئيس ده تعجبه في حاجات في البدايه، يعني اكتوبر عامل كتاب كبير عن اكتوبر يعني. انما فكره عمره ما قال غير كلمه العدو الاسرائيلي. عمره ما قال غير العدو الاسرائيلي، وعمره ما يعني ما شب عينيه العلم. يعني علم اسرائيل. هقول لك حاجه، مش هقول الشخص المقصود فيها، انا في دار الهلال كان بيجيني. رفض ان يضع قدمه على عتبه دار الهلال لان مسؤولا بها راح عند العدو الاسرائيلي وعمل انترفيو مع مناحم بيجن. سافر اسرائيل. وعمل حوار مع مناحم بيجن نشر في الاهرام. وحتى السعاة اللي قاعدين ده الاستاذ مكرم ولا حد تاني؟ هو بس انا مش عايز اقول اسمه. استاذ مكرم. لا احنا بنقول تاريخي فندم. طيب. مش في اساءه يعني. وكان في التاريخ. واحد بلدياتي في بتوع الامن دول اللي بيقعدهم اللي هم بتوع الاستعلامات على باب. فقال لي ده انت جالك واحد مجنون، ده وقف على الشارع على الرصيف ونادالي كده عشان يديني الكتاب ده ليك، ورفض يدخل. هو مش فاهم الدلاله. يعني هو رفض دخول دار الهلال لانه الاستاذ مكرم عمل حوار مع مناحم بيجي وراح اسرائيل. وراح اسرائيل، سافر الى العدو الاسرائيلي. الى هذه الدرجه. انت غاوي تعمل لي مشكله. لا والله ابدا. طيب. ده تاريخ. فدي واقعه صحيحه وحصلت. واظن كان الجزء الاخير من شخصيه مصر. كان جايبوا لي، هو دايما كان يكتب اهداءات بخط بالغ الجمال. يا ريتني جبتها. وكان يجيبوا لي لغايه عندي. يعني مش يبعت حد او يقول للناشر ابعت له. كان يجيبه لغايه عندي، وكان عنده احساس. طب ما فيش اي حد حاول من اهله مثلا؟ يعني حضرتك رفض البلاغ اللي انت تقدمت بيه للنيابه لانك لست صاحب مصلحه. تمام. ما حدش من اهله انا تقدم مثلا ببلاغ او طالب؟ انا اتصلت باللواء عبد العظيم. واللواء عبد العظيم كان كلامه منطقي ومقنع. وهو قال لي عارف اذا رحنا عملنا البلاغ ده هيحصل ايه؟ قلت له انا ما اعرفش. قال لي اول شيء هيجيبوا الجثه. اعاده تشريحها. قلت له ده اتدفن. يطلعوه. قال لي مفيش حاجه اسمها كلام من ده. هيتقطع، هيتشرح حتت كده علشان يشوفوا الاصابه فين ويشوفوا ايه، وهيحصل له ما لا يتوقعه انسان. واكرام الميت حاجه واحده بس. دفنه. يعني مفيش حاجه تاني تكرمه. يعني الاسره ترددت لانه لا كان عنده اثنين اشقاء في باريس. ما كانوش هنا. منهم واحد عامل كتاب حلو جدا عنه اسمه عبد الحميد صالح حمدان. يعني ايه ده؟ كان في اللي كان في وشي وقتها اللواء عبد العظيم. واللواء عبد العظيم ساكن في الزمالك، ومكتبه ايضا وشركته في الزمالك، وانا تواصلت معاه على اساس انه اروح معاه. اروح معاه الى نيابه مصر القديمه ويقدم بلاغ رسمي باعتباره شقيقه، وبين من الاسم وبين من البطاقه. فيبقى انا صاحب مصلحه. رفض وقال لي اكرام الميت دفنه. واحنا يعني
طب انت شايف انه الان يمكن ان تكون هناك جدوى للمطالبه بفتح التحقيق في مساله انا الجدوى اشك فيها، بس رد الاعتبار لينا كمصريين انه نعرف ذكرى جمال حمدان ولافضال جمال حمدان علينا، يا ريت يحصل ده. يا ريت يحصل ده. انا عارف البلد مثقله بالاف القضايا والاشياء المهمه والاشياء المستعجله، انما يا ريت يبقى فيه تفكير جدي في إعادة التحقيق مرة أخرى في وفاة جمال حمدان، خاصة وأنا ما بحبش أدخل الرئيس السيسي في كل حاجة، إنما استشهد به مرتين في خطبه، استشهد بجمال حمدان مرتين وبكتابه شخصية مصر، الدراسة في عبقرية المكان، مرتين. طيب إحنا عندنا صورة ما أعرفش حضرتك يعني هتقول لنا، بس أنا بعتهالي زميلنا العزيز الأستاذ خليل زيدان من أبناء دار الهلال. من؟ خليل زيدان من ابناء دار الهلال. والحقيقه هو يعني عنده كنوز، دي اللي هي المنشوره على غلاف كتاب خالد. لا. لا 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 اهي دي اول مره صوره بالالوان لجمال حمدان. واقف لابس الروب بتاعه، وهو كان بيبان دايما لابس يعني طاقيه او برنيطه او حاجه. لا، والروب ده روب انجلترا. ده روب انجلترا. والمنديل في الجانب هو تلبسه. وكان هو ده اقصى، انت عارف كل مقابلاته تمت في بيته. لانه لم يكن يتردد على فنادق ولا على مقاهي ولا اي حاجه يعني، الا في حالات نادره. فكان الروب ده الروب اللي لابسه ده، ويمكن عنده اكتر من واحد نفس اللون. نفس اللون، انت عارف هو كان عامل شرنقه حوالين نفسه. لما تحاول تخترقها، وانا راجل بسيط واحب الحاجات دي قوي، انما هو بالعكس يعني اتكسفت حتى اقول له. الصوره دي دول الاثنين مندوبي مؤسسه التقدم الكويتيه، العلم في الكويت. تقدم العلم في الكويت، لما كانوا بيدوا له الجائزه. جائزه التقدم العلمي في الكويت. ده انت شفت الصوره دي قبل كده؟ لا، شفتهاش قبل كده. لا انا مش شفتهاش. لا مش شفتهاش. طيب وهو ما راحش الكويت، ما راحش، هم اللي جولوا. لا هو ما راحش. هو ما احنا اول مره تتنشر علما اللي بياخد جائزه التقدم العلمي لازم يروح الكويت. يعني لكن هو تقديرا ليه جولوا. لا ما راحش. لا فهو هنا ولم يقترب من فلوسها. ما اقتربش من فلوسها. فانا جاب عربيه لسالي، بنت شقيقته عند فوزيه. جاب عربيه لسالي، ممكن يكون ادى اخواته التانيين، انما لم يقترب، لانه الروب ده خلاص يعود الى سنوات ريدنج لما سافر لندن عشان يعمل دكتوراه. يعني بس يعني. طب هقول لك على حاجه، لدرجه هم هناك بتعمل انت دراسات قبل الدكتوراه ثم الدكتوراه. هو قدم الدكتوراه مباشره واستعاضوا بها عن الدراسات السابقه دراستين او ثلاثه لازم يتعملوا تمهيديه. دراسات تمهيديه. طب انا هقول لك على حاجه، مش غريب مثلا ان احنا ما عندناش لا تسجيل صوتي في الإذاعة ولا لقاء تلفزيوني في التلفزيون لجمال حمدان؟ يعني الراجل اللي عمل شخصية مصر ده وخلصها آخر جزء كان 84 وبعدين لحد 93. تمام. لحد توفي 93. مفيش بصمة صوتية لجمال حمدان خالص. يعني الأستاذ نجيب محفوظ الله يرحمه دخل مسبيره معانا تاني يوم خد نوبل. هي جت يوم الخميس. ايوه. وفاتت الجمعه، يوم السبت راح مسبيرو وعملنا ندوه كبيره جدا كانت بتديرها المرحومه سامحه غالب. زوجه المرحوم صلاح عبد الصبور. مش موجوده دلوقتي الندوه دي. وقبل كده مثلا كان عنده مسلسلات اتعملت في صوت العرب. مش موجود. ده منها اولاد حارتنا. اولاد حارتنا عايز اقول اولاد حارتنا. انا اتعامل. انت اشجع مني. يعني اولاد حارتنا اتعملت مسلسل في صوت العرب. كان توفيق الدين بيأدي دور ادريس. المهم يعني طبعا كان يجب ان اعلامنا يسعى اليه. كان يجب ان اعلامنا يسعى اليه. طب هو انما هذا الرجل قيمته اكتشفناها كلنا وحطينا ايدينا عليها بعد وفاته. يعني هو لم انا دلوقتي بس انت استخدمت تعبير في الكتاب انه كان براوي. كان صعب قوي في يعني براوي. احنا فلاحين زي بعض فنعرف براوي دي يعني. هو ان تنشا علاقه بينه وبين حد مساله. طب قد يكون ده اللي خلى ما مع ذلك كان انسان جميل. انا مره رحت له مع مندوبه سوريه كان عندي عربيه
128 حمراء. دي اللي كانت عايزاه يروح يعمل شخصيه سوريا. اه ايوه. ف خرجت انا وهي من عنده فلقيت العجله نايمه. عجله العربيه ايه؟ نايمه. هو على ناصيه الشارع اللي فيه بيته امين الرفع ده في محطه بنزين. فروحت عشان تعرف برضو انه مش بالروب بشكل مطلق. مش مسطره. هو شاف المنظر. فراح لابس الروب. وطالع لنا. وفضل واقف معانا لغايه العجله ما اتغيرت بالستب. ومشيت انا ومدام هيام. حقيقي والله. وفضل واقف وانا مستغرب. لسه فاكر اسمها انت من زمان؟ ها؟ لسه فاكر اسمها من طبعا زمان. ما تنساش اسماء ستات انت عم يوسف. هيام صلاح الدين حاتم. كمان طبعا طبعا. يا رب طيب. يا رب تكون عايشه والله. يا رب. طيب يا رب. فوقف معانا. يعني شوف ايه اللي هو لما تدخل له يبقى عشان تخليه يقول كلمه ترقص. انما هو لما شافنا في ازمه نزل ومش فاهم ايه الحكايه. ونزل فلقى ان في العجله نايمه واحنا بنصلحها وكده. طب اخر حاجه بقى هسال حضرتك فيها. احنا خلصنا؟ يلا معلش. احنا خلصنا. انت القعده معاك والله بجد يعني ما تسيبهاش منها. الله يخليك. عاوز انا بقى اقعد لمذكراتك دي تشوف انت قعدت ايه. سجلت مع الاستاذ هيكل ومع الاستاذ نجيب محفوظ. وعاوز اقول انه الاستاذ يوسف عنده كتابين من ابدع ما يكون اهداهم للمكتبه العربيه. الكتاب اللي عمله مع الاستاذ هيكل والمثقفين مش كده؟ عبد الناصر والمثقفون والثقافه. المثقفون والثقافه. ده الاستاذ هيكل. وبعدين نجيب محفوظ انحكى. قال لي نجيب محفوظ ولا انحكى؟ لا انحكى. ادق مني ولا لا؟ شوف انا ناسي كتابي. لا نجيب محفوظ انحكى. وده الكتاب الثالث بيضاف. لا مش كتاب ثالث. لا يعني اقصد الى هذه المجموعه من الشخصيات العظيمه اللي بتسجل ارائهم وتجربتهم. بص هقول لك. مره عملت حديث مع الاستاذ هيكل. ورحت افرغ الشريط لقيته ما سجلش. نص ساعه بايظه. اتكلمته قلت له انا الشريط باظ مني نص ساعه. قال لي هات اخر كلمه. واول كلمه وتعالى لي بكره. الساعة كام؟ قال انا جدولي مزدحم. تعالى لي قبل ما انا اول ميعاد عندي الساعة 10. تعالى لي 8. رحت له الساعة 8. 8 الصبح. راح ايه ضارب الجرس جاب منير قال له هات لي الورق بتاع امبارح. هو بيسجل نسخ. تصور. فانا لقيته راح ايه قال قول لي اخر كلمة. قلت له ابتدى ايه يمليني اللي مكتوب. يمليني اللي مكتوب. فدي اهدتني الى فكرة. قلت له انت بتكتب كل يوم؟ قال لي كل يوم على الاقل عناوين. اذا قدرت تكتب اكتر من ودي الاوراق اللي انا سالت كتير جدا مصيرها فين. هل راحت مكتبه اسكندريه؟ هل راحت بره؟ ضمن يعني اوراق شديده الاهميه وثمينه للغايه. طيب فانا عندي فعلا يوميات مع نجيب محفوظ ويوميات مع الاستاذ هيكل ويوميات تاني كتير. انا بقى انا بتفق معاك على الهواء. خلينا احنا خلي حد اخر بقى هو اللي يكتبها. فيعني انا حاجز انا هذه اليوميات والمذكرات. هل من حقي انشر اشياء ممكن ورثتهم ينظروا اليها انها تشير بيهم او ما قالوش كده؟ انا تحديدا هل من حقي؟ انا احنا مش اوروبا. بس اقول لك على حاجه. نحن انا تحديدا ما تسالش السؤال ده لان انا اقول لك انشر ومن حقك. يعني ده انا طب اخر سؤال بقى. اخر سؤال. السنه دي انه جمال حمدان شخصيه المعرض ونشر شخصيه مصر. هل هذا يكفي؟ لا. الاول بيفكروا جديا ان يبقى لويس عوض شخصيه معرض العام القادم. جديا يعني. وعلى فكره اللي اختار جمال حمدان دكتور هيثم الحاج علي. يعني هو الذي طرح اسم جمال حمدان لأول هو عامل مرة. عامل جهد رائع. لكن جمال حمدان له تكريمات اخرى يجب ان تتم. ليه ما يبقاش في جايزه في علم الجغرافيا باسمه مثلا في الجامعات المصريه؟ ليه ما يكونش فيه قاعه محاضرات تحمل اسمه؟ ليه ما يكونش فيه جزء من المكتبه الاساسيه بتاعت جامعه القاهره يحمل اسمه؟ لا احنا هنا احنا عايز اقول نناشد او نتحدث مع الدكتور محمد عثمان الخشتي في جامعه القاهره. انه مثل هذه الاشياء ده بطل تكون بطل. طبعا بطل طبعا محمد عثمان الخشتي بطل تكون موجود. انا بشكر حضرتك. الله يخليك. وبهنيك على الكتاب. الله يخليك يا رب. ودايما معانا ودايما بنتعلم منك ودايما بنعرف
حاجات كتيرة جدا منك الكاتب الكبير والروائي العظيم الأستاذ يوسف القعيد. الله يخليك، متشكرين جدا في نهاية الحلقة دي عن دكتور جمال حاجة حمدان. مفيدة وجميلة وأنا فرحان وأنا بقولها. بشكرك جدا يا فندم، وبشكر حضراتكم على متابعة هذا الحوار اليوم. ألتقيكم غدا إن شاء الله، وتصبحون على وطن.